البطولة اللي راح تشهدها كتارة بعد بكرة إن شاء الله بداية انطلاقتها؟ طبعا تنظم أول مرة في كتارة، تطلع صورة إن شاء الله غير عن البطولات العادية، ودائما أي حدث يكون في كتارة لازم يكون يعني له طابع نقول خاص، تنظيم يكون مميز. فوق المعتاد. نعم مميز. احنا صراحة نفتخر ان احنا اعضاء نظمنا هذه البطولة. طبعا نتمنى ان كل سنة عن سنة تكون صورة افضل، تكون داخل مهرجان كبير بيكون ان شاء الله في السنوات الجاية. طبعا نتمنى التوفيق لكل المشاركين. احنا المنظمين احنا نحب نشوف اراء الناس اللي برا، اللي يشوفون، اللي يحضرون، اللي يشاركون، وناخذ منهم احنا الفيدباك طبعا لتطوير البطوله من سنه لسنه ان شاء الله باذن الله تعالى. ابو عبد الله، بطوله مهمه، بطوله دوليه.